willkommen in die Elfia Deutsch lernen. Hier können Sie die deutsche Sprache Schritt für Schritt und auf einfache Weise lernen. Heute sprechen wir über die Personalpronomen. Lassen wir uns beginnen. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هنا LDL تعليم اللغة الألمانية. هنا تقدروا تتعلموا الألماني بطريقة سهلة وبسيطة وخطوة بخطوة. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها بازونال برونومن. يعني ايه؟ يعني الضمائر الشخصية. يلا بينا نبدأ. اول حاجة لازم نتكلم عنها يعني ايه اصلا بازونال برونومن. بازونال برونومن يعني الضمائر الشخصية، زي في اللغة العربية لما يجي يقول انا، انت، هو، هي، وهكذا. ايه فايدتها؟ فايدتها ان انا ما اكررش الجمل كتير. يعني مثلا انا قلت انا رأيت سيدة في الشارع، وعايزة اجي اقول تاني السيدة جميلة، فبدل ما اقول مرتين السيدة فبقول هي جميلة. فانا كده غيرت بدل ما اكرر، وفي نفس الوقت خليت الجملة اقصر. فاحنا نفس الموضوع في الالماني، بنستخدم البازونال بغنومن علشان نتجنب التكرار، وكمان بنعبر بيه عن الاشخاص، عن الاشياء، عن اي حاجة. حد ممكن يجي يسأل ويقول طب انا هحطه فين في الجملة؟ هل هحطه قبل الاسم زي الاعتكل اللي هي الاداة؟ لا خالص. طالما حاجة فيها كلمة بغنومن يعني ضمير، فده معناه ان انا بحطه مكان اسم، يعني هو بدل الاسم مش اضافة للاسم. يلا بينا نشوف الضمائر الشخصية في اللغة الألمانية. أول حاجة أنا إيش إيش إيش، لازم أبقى فتحة بقي وأقول إيش، اللي هي الشين المخففة، ما أقولهاش أبدا إيش إيش، دي غلط، لازم أقول إيش إيش. طيب أنت يعني إيه؟ يعني دو دو دو. طيب هو يعني إيه؟ er. هي يعني ايه؟ يعني زي. في ضمير بيبقى مش موجود في كل اللغات، هو ضمير للمحايد اسمه اس، وهناخده بالتفصيل اس. او نحن يعني فيا. انتم يعني ايه؟ ايا. طيب في حاجة كمان اللي هي صيغة الاحترام، دي بدل دو، بس انا بستخدمها بدل دو لو انا في اشخاص مثلا كبار في السن او شخص غريب بتعامل معاه، فاكيد انا مش هاجي اقوله انت، لا انا بقوله حضرتك باللغة العربية. فنفس الكلام في الدويتش، بقول زي، بس بكتبها كروس، بكتبها كبيرة، مش بكتب زي صغيرة، حتى لو جت في نص الجملة او في اخر الجملة بكتبها كبيرة، فبقول زي. ولو عايزة اقول حضراتكم جمع بقول برضو زي. طيب حد تاني يجي يقول مثلا انا بلاقي في الكتب او في المواقع حاجة اسمها ارستا بازون، تفايتا بازون، تغيتا بازون، يعني ايه ده؟ يعني ايه الشخص الاول، الشخص التاني، الشخص التالت؟ لا، هي مش بتترجم حرفي خالص، هي معناها زي في العربي بالظبط، لما بنلاقي ان الضمائر في اللغة العربية بتتكون من ضمير مخاطب، ضمير متكلم، ضمير غائب، نفس الموضوع في الدويتش. طب يعني ايه؟ اول حاجة erster Person يعني ضمير متكلم، اللي هو ich و wir، ich اللي هو انا و wir اللي هو نحن. بيتقال ازاي او بيختلفوا ازاي؟ ايش بيتقال عليه ان هو erste Person Singular، ان هو ضمير متكلم مفرد. طيب وفيا بيتقال عليه برضو erste Person Plural، يعني ضمير متكلم بس جمع. طيب والzweite Person ايه هما؟ اللي هما الضمير المخاطب اللي انا بكلم بيه شخص، زي ايه؟ زي دو انت، ايا انتم، زي حضرتك، او زي حضراتكم، دي ضمائر مخاطبة فاسمها زفايتا بازون. نفس الكلام في زفايتا بازون زنجولا، وفي زفايتا بازون بلغال،
الزبايته بزون زنجولان اللي هو دو وزي بمعنى حضرتك. طيب والزبايته بزون بلغال اللي هو ايه؟ اللي هو الجامعة، فيبقى ايا اللي هو انتم وزي بمعنى حضراتكم. اخر حاجة وهي الدغتة بازون اللي هما الضمير الغائب اللي هو ايه باللغة العربية هو وهي، نفس الكلام ايا اللي هو وزي هي، واس هو او هي للمحايد، يعني قريبة شوية من ات في الانجليش، او زي بمعنى هم. حد يجي يقول لي طب يا ندى ده في كذا زي، في زي هي وفي زي هم وفي زي اللي هي حضرتك وفي زي حضراتكم، انا كده هتلخبط. لا مفيش لخبطه، هي بس في البدايه، لكن مع القرايه ومع ان انا اشوف الكونتكست السياق ومعنى الجمله بتقول ايه ومع تصريف الفعل اللي احنا هنشرحه دلوقتي هتفهموا يعني ايه ان زي دي اعرفها ان هي بتاعت هي وان زي دي بتاعت هم. ما خدنا البازونال بغنومن وشرحناها، في حاجة مهمة جدا جدا لازم تعرفوها، الفعل في اللغة الألمانية بيتكون من ايه؟ بيتكون من الجزء الأساسي اللي هو حاجة اسمها شتام فيرب وبلوس الاي ان اللي هي المصدر، فيبقى مثلا فعل زي ماخن يعني يفعل او فعل، او فعل شبيلن يلعب او لعبة. تمام. طيب انا اصرف الافعال دي ازاي مع الضمائر؟ هل بصرف كده وخلاص؟ لا طبعا، لكل ضمير ليه طريقه تصريف بس سهله جدا. اول حاجه ناخدها هي ايش، ايش يعني انا، بتتصرف ازاي؟ اول حاجه في التصريف احنا بنشيل مثلا نجيب فعل ماخن، بنشيل الاي ان وبيتفضى كلمه مخ مخ، ونزود بقى الاندونجان، الاندونجان اللي هي النهايات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. ايش بتاخد في الاخر اي اي، دو بتاخد في الاخر اس تي، اي و اس و زي بتاخد تي، زي بلوغال اللي هو بمعنى هم بتاخد اي ان، زي اللي هي حضرتك او حضراتكم بتاخد برضو A N، فيا اللي هي بمعنى نحن بتاخد A N، وإيا اللي هي أنتم بتاخد T. طب ممكن حد يجي يقول دلوقتي أنا حاسس إن أنا اتلخبطت ومش فاهم حاجة، هندي مثال، هناخد كذا فعل وهنصرفه وهنشوف ساعتها بيتصرف إزاي. أول فعل معانا فعل مخن، مخن يعني فعل. طيب هنقول إيه؟ قلنا في الاول هنشيل الاي ان اللي في الاخر وهيتساب لنا ايه كلمه مخ، ونضيف الاندونجات او النهايات اللي احنا لسه واخدينها. طب انا عايزه اقول انا افعل او انا اقوم بحاجه، هقول ايش مخ، حطيت كلمه مخ بلس اي، ايش مخ. طيب انت يعني دو، هقول دو مخ وستي دو مخست، دو مخست. طيب ايه اللي هو اس المحايد، زي هي بتاخد تي، فهقول ايه او اس او زي مخت مخت مخت. طيب زي بلغال اللي هي هم، هقولها مخن مخن، بتبقى اخرها اي ان، وزي حضرتك او حضراتكم برضو بتاخد اي ان فتبقى زي ماخن، وفيا برضو نفس الكلام تبقى فيا ماخن، وايا بتاخد تي اللي هي انتم وهنقول ايا ماخت ايا ماخت. زي ما انتم شايفين ان الاندونجان اللي هي النهايات تبقى مهمه جدا، لان انا بعرف ساعتها لو انا جيت قلت زي ماخت وقلت في الناحيه الثانيه زي ماخن، زي ماخت هي اللي هي ضمير هي، ان هي عايدة على واحدة او حاجة مؤنثة، حاجة قالتها دي مثلا، لكن زي ماخن ليها احتمالين، يا اما هم يا اما حضرتك او حضراتكم، ودي بتبان في سياق الجملة ومعنى الجملة، هل انا بتكلم مع حد على اشخاص تانية ولا انا بوجه كلامي لشخص معين،
فكل ده بيبان من الكونتكست السياق. فزي ما انتوا شايفين الموضوع مش صعب بس عايز ممارسة. عايز اول حاجة ان انا اكتب الاندونجان واحاول اي فعل اخده في البداية ان انا اصرفه مع كل الضمائر الشخصية علشان اتعود على الاندونجان اللي هي النهايات. ملحوظة صغيرة لازم ناخد بالنا منها دلوقتي، مثلا انا لقيت كلمة ديف غاو يعني السيدة، وعايز اقول ان المرأة اشترت، مثلا اشترت بلوزة مثلا، هقول ايه؟ هقول دي فراو كاوفت اينا بلوزة. طب انا ليه قلت كاوفت؟ لان دي فراو بنعود عليها بكلمة دي اللي هي هي، لان دي فراو واحدة وقدتها دي يبقى بدلها زي، فبنصرفها كأنها زي بالضبط. طيب لو انا قلت ديامان برضو هصرفها كأنها ايع اللي هي هو، ديامان كاوفت اينا بلوزة. انا مثلا عايزة اقول ان انا شفت امرأة والامرأة دي جميلة ومش عايزة اكرر الكلام تاني، هقولها ازاي؟ اول حاجة انا ارى امرأة، هقول ich sehe eine Frau، ich sehe eine Frau، انا ارى امرأة. عايزة اقول امرأة جميلة، بدل ما اقول تاني دي فراو است شون ممكن نقول ايه؟ هقول زي است شون، هي جميلة، لان انا عوضت عليها بزي. ليه؟ لسببين، اول حاجة هي مؤنثة والحاجة التانية ان هي اداتها دي، فيبقى الاداة دي كلمة اداة دي بنعوض عنها بزي اللي هي. طيب كلمة اداتها ديع بنعوض عنها بإيع، كلمة اداتها دس بنعوض عنها بإس. طيب احنا خدنا مثال على دي، طب ناخد مثال على دي، هنقول مثلا ich sehe einen Mann، انا ارى رجل، er ist schön، هو جميل، مرضتش اقول دي من تاني، انا عوضت عليها بإيه. طيب عايز اقول مثلا das، هقول das Auto ist rot، العربية حمراء، ist sehr schön، انها جميلة جدا، انا بدل ما اكرر das Auto تاني انا عوضت عنها بس. فزي ما انتوا شايفين زي و er و es بيعوضوا عن دي و der و das. jetzt sind wir am Ende dieser Lektion. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. دلوقتي وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا. لو مهتمين باللغة الألمانية من أول الـ A1 للـ C1 please share, like and subscribe. ولو مهتمين أو في أي حاجة عايزين نعمل عليها فيديو please comment. ما تنسوش تبصوا تحت في الـ description هتلاقوا لينك الانستجرام ولينك الفيسبوك. Auf Wiedersehen!